ومن المسائل المتعلقة بالإحصار، وهل يلزمه بعد الهدي أن يحلق أو يقصر؟ قولان لأهل العلم، فبعض العلماء يقول ليس عليه حلق ولا تقصير، ولا دليل على هذا، فالآية نصت على الحلق، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أحصر في الحديبية أهدى ثم حلق كما في صحيح البخاري.